زي ما المتعة والترفيه موجودين في العالمين في صورة الأنشطة على البحر أو سماع المزيكا أو حتى حضور المسرحيات، ممكن كمان تحضر مهرجان كايرو بايتس اللي بيعتبر واحد من أهم وأكبر مهرجانات الأكل في المنطقة، وليكون في أنشطة مختلفة جدا ومتنوعة هتقدم لكل زوار مهرجان العالمين. وعلشان نتكلم أكثر عن مهرجان كايرو بايتس هيكون معانا الأستاذ محمد سامي، رئيس تنفيذي لشركة سيركل المنظمة للفعالية. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور، ازي حضرتك، الاخبار؟ تمام الحمد لله، منورنا على شاشه القناه الاولى. وعايزين نتكلم عن وجود مهرجان كايرو بايتس داخل مهرجان العالمين السنه دي، استعداد ليه كان عامل ازاي؟ طبعا زي ما حضرتك عارفه مهرجان العالمين تقريبا هو اهم فعاليه بتحصل في المنطقه حاليا، وهي اللي عليها الانظار من كل حته. وطبعا كان ضروري بما ان مصر تتميز جدا 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 بالكوزين بتاعها او بالطبق بتاعها المشهور جدا جدا، ان هي تضم اكبر مهرجان للاكل بيحصل في مصر، يكون بيحصل متزامن مع مهرجان العالمين طبعا، علشان الناس تقدر انها تستمتع جدا بالاطباق المصريه وحضور بقى كل الشيفات المصريين اللي هم بيعتبروا اشهر شيفات في المنطقه. قنوات المصريه طبعا اللي مسؤوله عن الطبخ، اللي هي اشهر قنوات طبعا برضو في المنطقه عن القصه ديت، ان الناس تحضر وتتبسط بالاكل والذوق من كل المطاعم المشهوره ومن كل الشركات اللي بتقدم منتجات مشهوره هنا عندنا في مصر، انواع الطبخ المشهوره. فطبعا دي حاجه طبعا كانت مهمه جدا ان مهرجان العالمين يضمها، بما انه طبعا بيضم جميع الفعاليات المهمه العالميه. يعني نوعية الأكل اللي هتكون موجودة داخل المهرجان هتكون عاملة زي أورينتال إيطاليان، يعني نوعيتها هتكون عاملة إزاي؟ طيب هو المهرجان يعني اللي هو إحنا عاملينه طبعا مخصوص لمهرجان العالمين اللي هو اسمه بايت باي ذا سي، عامل اتجاه ظريف جدا جدا. هو إحنا قلنا إنه مدينة العالمين هي أحدث مدينة على البحر المتوسط، فبالصدفة البحثة هو أشهر أطباق في العالم هي أطباق البحر المتوسط، يعني التركي واللبناني الإيطالي والمغربي والاسباني. فاحنا عاملين حركه ظريفه جدا، انه لما حضرتك تخشي مهرجان الطعام هتلاقي في بافيلونز او زي مناطق، كل منطقه بتمثل بلد. المنطقه ديت بيكون فيها شيف بيطبخ الاكل بتاع البلد ديت ويقدر الناس تتفاعل معاه. حضرتك بتلاقي جيف اويز تشتريها من البلد ديت، مزيكا اللي بتعكس ثقافه البلد ديت، وطبعا طبعا طبعا في الاخر اهم حاجه او الكينج بتاع المنطقه يعني هو الاكل او الكوزين المصري اللي اعتقد المصريين كلهم بيفضلوه عن اي كوزين بيحبوه تاني عالمي. اكيد بشكرك، شكرا جزيلا استاذ محمد سامي، رئيس تنفيذي لشركه سيركل المنظمه للفعاليه، بنتمنى لكم كل التوفيق.